أن ننظر إلى الضيف والمضيف، الداعي والمدعو، وكأنهما أي بكين والرياض في مرحلة ممكن تسميتها تأسيسية جديدة لعلاقة متطورة منذ عقود بين الجانبين، وفقا لمقتضيات المصلحة المشتركة بين البلدين. وأيضا المصلحة المشتركة بين البلدين لها خصوصياتها. التحولات الدولية التي تفرض نفسها على بكين وعلى الرياض، فكرة أن الصين بدأت تبحث عن مجالها الحيوي، ولكن طبعا ليس بالتعبير البسماركي عن أن أو الأوروبي القرن التاسع عشر، أي عن الهيمنة الاستعمارية، ولكن الصين في خصوصيات أمنها القومي الجديد داخل الجدار وخارج الجدار. هي تبحث عن أسواق وتبحث عن شراكات، وليس بالمعنى التحالفات، شراكات استراتيجية تختلف عن تحالفاتها الاستراتيجية، ودولة صعود اقتصادي تخت أيضا نظرتها إلى الشراكة أهم من نظرتها إلى التحالفات، نتيجة للعبة المصالح التي تحتها. في المقابل هناك دولة مركزية أخرى هي السعودية، التي تستضيف هذه القمم الثلاثة. لا نتحدث عن مجال حيوي سعودي، إنما نتحدث عن فضاءات سعودية متعددة. الفضاء الأول هو الحيز الجغرافي الخليجي بمعناه الجيوسياسي والجيواقتصادي، الفضاء العربي والفضاء الإسلامي. إذن مجال حيوي صيني وفضاء متعدد سعودي، هذا ما يمكن تسميته في نطاق الدولة أو نطاق الدولتين. لماذا نطاق الدولتين الصين والسعودية، ولماذا الارتكاز الآن الصين الرياض؟ العلاقة التاريخية الدكتور سيد طارق كانت موجودة مع الدول المركز العربية، يعني الدول ما بعد الحرب العالمية الثانية، العراق، مصر وسوريا، مع احترامنا لهما تراجع دورهم. الآن لا يوجد دول مركز، هناك دولة ارتكاز عربي هي السعودية. لذلك نستطيع القول أن الصين دخلت البيت من بابه الواسع من السعودية، باعتبارها الدولة التي تحمل ثقلا خليجيا، فضاء عربيا، وفضاء إسلاميا، وخصوصياتها كبيرة في هذا الشأن الاقتصادية الأهم، التي تؤثر على الأمن القومي خارج الصين وفقا لمقتضيات المصالح المشتركة ما بين البلدين.